السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخواتي الكريمات، اليوم إن شاء الله نقدم معكم واحد الحلوى. تابعوني في المقادير. هنايا كما كتشوفوا معايا أنا بديت، عندي 125 غرام ديال الزبدة ديال العبار، كاس معامرش ديال السنيدة. الزبدة كتكون على حرارة المطبخ، أنا ما خرجتهاش بكري يعني من الثلاجة، بقات لي شي شوية يعني قاصحة، غير شوية بشوية نخدمها ان شاء الله حتى تنسجم ليا مع السنيدة، ومن بعد غادي نضيف الزيت. غنضيف كاس ديال الزيت، غنعاود نخدم مزيان الزبدة مع الزيت والسنيدة مزيان حتى يندمجوا كاملين. كيف ما كتشوفوا معايا بقيت كنخدمهم حتى انسجموا مع بعضياتهم. غنخدم الخليط مزيان حتى نحس ما بقاوش عندي دوك الكويرات ديال الزبده، والسنيده تكون دامجت مع الخليط حتى هي ذابت. دابا غادي نضيف بيضه وخنيشة ديال الفاني، وغندير نص كاس ديال الكوك. راه ما كنتش حطيته مع المقادير في الاول، انا كنخدم معكم وكنعطيكم المقادير باش هكذا ما كيجيش لا فيديو طويل بزاف ويعني ويجيكم الملل. هنايا غنخلط الخليط ديالي، هاد المكونات اللي ضفت نخلطهم مزيان. صدقوني الا قلت لكم هاد الحلوى هادي الا جربتوها غادي تعاودوا تجربوها، فعلا كتجي من ألد ما يكون، كتجمع ما بين الغريبه، المذاق ديال الغريبه البهله، وما بين الصابلي، يعني راها كتجي زوينه بزاف سواء المناسبات او لا حتى في الحياه اليوميه، الوليدات والكوتي كتنفع. هنايا بالنسبه للدقيق غادي ندير خماره، بالنسبة للعبار ديال الدقيق هنايا تقريبا عندي واحد 600 غرام هكذاك، انا غنحتاج تقريبا نص كيلو، ولكن غدا نشوف على حساب الخليط، بعض المرات الطحين كيشرب لينا بعض المرات لا. انا غدا دابا نبقى نخدم في الخليط ديالي وكنعرف وكنشوف يعني الدقيق واش غيحتاج نزيده او لا. هنايا اللي ما كيعرفش يعني القياس ديال يعني عينك ميزانك كيف ما كنقولوا، غادي يدير يدو يعني من الاول، ملي غتبغي ديري تخلطي داك الخليط كامل، غدا ملي تبغي ديري الطحين غدا تستخدمي يدك في عوض سباتيول. هنايا انا غنحيد يعني السباتيول صافي، غدا نبدا نخدم بيديا. باش كتحسوا يعني بالعجينه تحت يدكم احسن، احسن ما تبقاو تزيدوا الطحين وفي التالي تصدق يعني العجينه كتقساح. هنايا غادي نلم كل شيء، داك الطحين مع العجين. وبالنسبة للعبار اللي هزات لي هاد المقادير هادي 500 غرام ديال الدقيق، غادي نزيد الفيرميسيل الشوكولا فيرميسيل وغادي نجمعو، غير غنجمع ما غاداش نعجن. غنلمها بحال هكذا صافي، وغنبدا نشكل فيها مباشره، ما غنخليهاش تروبوزا ولا تبقى ترتاح شويه او لا شي حاجه، يعني غنبدا نشكل فيها مباشره. هنايا عندي الصفيحه مدهونه بالزيت ومرشوشه بالطحين، الا عندكم البابي كويسون متوفر عندكم داك الورق ديال المطبخ استعملوه، انا بالنسبه ليا ما عنديش يعني تقاد ليا،
دهنت الصفيحه ديالي غير بالزيت ورشيتها بالطحين. هنايا غديروا العبار اللي بغيتو، يعني كلشي كيعرف يدير هاد الطريقه هادي، اي واحد يقدر يدير العبار اللي بغا. هنا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي كاملين، خديت هاد الفوي ديال الباتر ديال الخلاط الكهربائي، وغدا نبدا كنرشم بيها الحلوى ديالي في الوسط بهذه الطريقه هذيك كما كتشوفوا معايا، كتعطيني الشكل ديال زائد. هنا من بعد ما دخلت الحلوى ديالي الفرن وخرجتها، من بعد ما بدات خديت الشوكولا يعني الاسود، وخديت كاوكاو مهرمش، يمكن لكم ديروا اللوز او كاوكاو اللي عندكم. صافي، وغدا نبدا نعمر الشكلاط في داك الفراغ اللي كنت درت قبل. صافي، كنعمروا داك الفراغ اللي عندنا في الحلوى، وكنزيدوا داك لوز مهرمش او كاوكاو مهرمش اللي عندكم حسب المستطاع. كتعمروه بهذه الطريقه هذه، كيف ما قلت لكم كتجي جامعه ما بين غريبه وما بين صابلي. نستمر على هذه الطريقه هذه، الى عجبتكم القناه ديالي وشجعوني ان شاء الله باش نبقى نحط لكم دي فيديو ونحط لكم اشكال وحدين اخرين. والى اللقاء، مع السلامه.